أحاول أنسى حبك والقلوب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي يزيد. ست أمل نجمتنا وصباحنا جميل بوجودك حبيبتي أنتي. حبيبي صباح الخير عليكم وعلى عيونكم وعلى إذاعتكم الحلوة وعلى برنامجك الرائع اللي مثلك رائع يا ست حبيبتي. الله يخليك ست أمل، كل عام وانت بخير، نبارك لك العيد. ألف خير إن شاء الله يا ربي، عيد عليكم بالسعادة والأمان والأمن والراحة يا رب، والتوفيق أهم شيء يا رب. اللهم آمين. مشتاقة لك ست أمل. على جمهورنا حبيبتي، أنا همين مشتاقة لكم، وأشكركم أنا لأنه من خلال برنامجكم راح ألتقي بجمهوري العزيز، ويا ربي التوفيق من الله حبيبتي. طبعا أبعث لك تحيات وسلام خاص من جمهورك بالموصل، وأيضا زميلتنا الإعلامية زينة الدوسكي أمس كنا سوا وحملتني أمانة خاصة إلك، وحابة هي تسلم عليك أيضا إن شاء الله تتصل بحضرتك. وجمهورك بالموصل دائما تواق إلى أخبارك وإلى أيضا لقائك إن شاء الله. حبيبتي أنا جدا سعيدة لأن ألتقي جمهوري بالموصل، لأنه الجمهور الموصلي ما قريتي ذواق، ما قريتي سميع للأغاني الحلوة حقيقة. تحياتي إلى جمهوري بالموصل وإلى جمهوري في كل مكان، يا ربي نلتقي دائما إن شاء الله. إن شاء الله لقاء قريب مع جمهورك هناك. وأيضا حابين نسمع آخر أخبارك، وأين أنت اليوم؟ أنا بالنسبة لي آخر أخباري كأعمال فنية حقيقة شوية مثل نقول متوقفين، لأنه مدى نلقي المجال اللي من خلاله نتواصل بتسجيل أغاني، مثلا حتى لو نسجل خارجي تصميمنا شوية صعب. يعني أنا هذا موقف صار لي ويا العراقية للأسف، فانسحبت حقيقة، ما جاي أقدر أقدم أي عمل. يعني الموضوع ما الموضوع مادي ست أمل؟ والله هو أكيد مادي أو لا، مو مادي ما أعرف ليش، يعني الظاهر ما أعرف شو أفسر، إنه أنا مثلا كتاريخ واسم وأنا المطربة الوحيدة الموجودة يعني يماطلون وياي في تصوير أغنية وسجلتها برا، أنا جايبت لهم إياها، صارت مماطلة وبحيث عصبت وطلعت مع الأسف. بس إن شاء الله أنت حاضرة معانا بوجودك ويانا وأنفاسك الحلوة وأغانيك والتاريخ الكبير اللي تركتي لنا يا ست أمل. يعني صوت النساء العراقي ربما يكون صوت يعني مقل في العراق، لكن أمل خضير نجمة سطعت وما زالت تصعب أغانيها وصوتها الشجي، فعلا مطربة الأجيال. يعني 2018 وإحنا معاك، وإن شاء الله دائما تكونين بخير وصحة وسلامة. ست أمل حدثينا عن الأصوات النسائية، ليش مفقودة اليوم برأيك؟ والله ست في هاي فد مسألة معلومة، هي أن أولا إحنا كمجتمع دي يرجع لي ورا، مجتمعنا دي يرجع لي ورا للأسف. بعدين ماكو جهات رسمية، ماكو جهات رسمية تتبنى هذه الأصوات. احنا بوقتنا هاي مثل ما تفضلت حضرتك، أنا من خلال برنامج ركن الهواة شاركت، أخذت فرصتي، وفترة بعدها أيضا استاذ فاروق هلال الله يعطيه الصحة والعافية أيضا عمل برنامج لتخريج مطربين ومطربات. أما حاليا هاي الفترة ماكو نهائيا، لأنه الغناء صار تجارة للأسف. يعني شكل أكثر من الخامة الصوتية برأيك؟ بالضبط، لا طبعا هي لشكل، بس حتى كمجال ما ينطون، يعني الأغنية تكلف ذاك الحساب برا، زين هذه البنية ما تجي مثلا. وبعدين احنا اللي قبلهم ما تبنونا وما تسفلنا المجال، هاي قلت لك كمثل تصوير اغنية، يعني كان الصعوبات نعم صعوبات تواجه الفنان. نعم فنانة. اكو جهات رسمية تتبنى مسألة الاصوات النسائية مفروض، بس ما كل للأسف يعني.
يعني اليوم أساتذة الموسيقى وهذا المجال في عالم الفن برأيك مغيب لو أصبح أكيد مثل ما أكيد تفضلتي أكيد. موضوع ميول ورغبات ومنسوبية والمحسوبية؟ ما يعني ماكو، هي مفروض أكو يعني. إحنا أنا كل اللي أقوله نعم. ما أعرف أنا شنو السبب، بس مفروض أكو جهة تتبنى موضوع، مثلا وزارة، مثلا شبكة الإعلام، يعملون برامج شون ذا فويز وغيرها، هاي مفروض نعم. على مستوى العراق حتى تتخرج أصوات يعني، ويساعدوهم بتسجيل أغاني. نعم يعني تكون بلجان متخصصة ولجان أيضا بأسماء بأسماء قامات فعلا. يعني أنا اليوم موجودة ست أمل الخضير، موجودين كثر من الفنانين العراقيين، الفنان يعني محسن الفرحان الله ينطي الصحة والعافية أيضا ما زال موجود يعني. ربما انتقاء الأصوات والخامات الصوتية تكون ب علي خصاف أو حسن بالضبط. نعم أكو مفروض أكو قامات فنية. حتى الدكتور حسين الأعظمي تحياتنا إلى كل الفنان العراقي الله. لو يعني كان معنا الأسبوع الماضي وأيضا نقل تحياته إليش حبيبي. يعني هؤلاء موجودين ما زالوا على الساحة العراقية. مفروض. نعم مفروض يعني رسالة توجهيها إلى نقول إلى وزارة الثقافة العراقية وأيضا الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع. ست أمل حبيبتي هواية حكينا هواية بنا، بس ماكو من يسمعنا للأسف. هي المحسوبيات والعلاقات وهاي الظاهر. فأنا أبقى أقول إنه لازم للفن إلى الحصة الأولى في كل شيء. الفن إلى الحصة الأولى الكبرى في البلد، ما بي فن بلد ما متحضر. نعم هذا من وجهة نظري. نعم يا وزارة الثقافة شوية التفتوا إلى الفنانين الرواد، والتفتوا إلى المواهب الجديدة. هذا اللي نقول يعني. أنا أحيانا أسمع أصوات حلوة، شباب صغار أطفال أو أصوات شابة، يعني تدرين شنو أسوي من خلال المتحف البغدادي اللي هم يقدمون حفلات كل جمعة. أدزهم هناك أقول لهم روحوا شاركوا، بلكي عسى ولا على صغيركم فرصة. نعم جميل. يعني بس نتمنى تكون قاعة متخصصة أو تكونين أيضا مديرة لمكان تتبنى وزارة الثقافة، يكون في لقاءات فنية انتقاء مواهب صوتية وخصوصا النسائية، يعني اللي بدأ العراق بدأ تنتهي بهذا مع الأسف. هذا المفروض ومو صعب انه يتوفر مكان، وإدارتك حضرتك وأكيد إليك باع بهذا المجال انه تخرجين أجيال بأصوات نسائية راقية. ست أمل ننتقل نعم ننتقل إلى موضوع أيضا بداياتك، وإحنا في مجتمع ذكوري واجهت صعوبات وأنت ابنة البصرة بالرغم من البيئة الجميلة اللي نشأت بيها، كانت هناك ضغوطات مواجهات لو لا كان تشجيع الأهل ربما سبب في نجاحك؟ نعم هو يعني مو 100% كان إحنا ذاك الوقت أكثر تفتح من هسه. صحيح نعم صح، يعني رغم ضغط المجتمع وهذا لكن صارت ضغوطات، بس أنا ميسان هي اللي تبنت موضوعي وهي اللي جابهت وتحملت هواية أمور ومعارضات وهذا، لكن الحمد لله ثبتنا لهم أنه الفن رسالة للمجتمع، رسالة لإسعاد المجتمع، رسالة لواجهة البلد بأخلاقنا بتصرفنا بفن الراقي اختيارنا، وصلنا للي يريده والحمد لله والشكر. الحمد لله. سيد أمل لصوتك الجميل ولأغانيش أيضا الجميلة صدى في نفوس أيضا شبابنا اليوم. هناك لله. صوت شبابي واعد الفنان أوراس ستار غنى لك أغنية وأكيد معتز هو بحضرتك بهذه الأغنية، خل نسمع منها شوية وبعدها راجعين معاك. أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرام يزيد، أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرام يزيد، شلون انساك روح وياك، شلون
جربت ما يفيد كل يوم المحبة تزيد أحاول والغرام يزيد كل يوم عين مساهرة وما ضاقت النوم أحاول والغرام يزيد كل يوم عين مساهرة وما ضاقت النوم لك يا لا ينبعد تفيدني اللوم يا لايم بعد تفيدني اللوم كل ما جرويت ما يفيد كل يوم المحبة تزيد تعليق الست أمل الله عليه الله عليه الله على صوت الحلو والنبرات والعرب اللي بصوته بس أنا عتبي عليه بس عتبي عليه إنه مفروض أكو فت تليفون صغير استئذان إنه أريد أسجل مثلاً أغنية ولا من الأصوات المميزة هو حقيقة من الأصوات المميزة وما ما ما عليه غبار وما حد عليه يقول مو صوت مثلاً نعم ست أمل أنا ياش بلقاءات سابقة أيضا ذكرتي هذا الموضوع كان هناك عتب أيضا على فنانين عرب وليس فقط عراقيين تذكرين الكلام اللي أنا وياش في إحدى القنوات الفضائية يعني أحب الآن والجمهور يسمع منو غنى بعد من أغانيش بدون استئذان كلهم ما حد استأذني ما حد استأذني يشهد الله ما حد يغنى ما يخالف أنا هذا شيء يسعدني يسعدني لأنه دلالة على أنه حبهم إلي وتمسكهم بفني و بس مفروض أنا هسه من سجلت أغنية شلك علي نعم استأذنت الأستاذ ماجد لأنه مضر ما أدري وين أحصله مثلا وين ألقي بس دزيت له خبر أنه أنا أبي أسجل هاي الأغنية بما أنه أنت اعتزلت وأغنية جميلة سجلت تاريخي وهذا اسمي وهذا استأذنت بصورة أو بأخرى استأذنت نعم شيء حلو زين الفنان عاصر حلاني شنو قصته معك ما عندي شيء وياهم بالعكس أنا يا طير كانت الأغنية أيضا أغنيتك أنا يا طير سجلها وشماله ما يذكرون أنه هذه الفنانة كذا يقولون من التراث هي مو من التراث أصلا نعم حتى لو من التراث أنا وغنيتها انعرفت باسمي المفروض أكو استئذان نعم. المفروض أكو استئذان هذا دائما اقوله وانا اشتبك احنا ان شاء الله انت تبقين نجمه واكيد حب اوراس ستار لك وكل الفنانين حتى وان مسالنا وهي بصمات اغانيش تبقى حاضره ست امل يعني ربما نعم ربما هذا الموضوع مغيب عنهم لكن ايضا دعوه من برنامجنا انه اي فنان شاب يحب يغني اي اغنيه لاي فنان من الزمن الجميل انه يستاذنه وهذا الشيء مو صعب او يكون لقاء صحفي انه اذا ما حصل الفنان من خلال يعني مؤتمر صحفي انه يذكر انه راح اغني واسجل هاي الاغنيه واحنا وسائل ما شاء الله الاعلام واليوتيوب وكل وسائل السوشيال ميديا اليوم بانتشار سريع تاكد موضوعه ويكون الفنان على علم اذا ست امل نعم اني اغاني اغنيه تعال غنوها برا يعني واحده اجنبيه غنتها نعم. بس ذاكرين انه هذه الاغنيه للمطربه فلانه هذا شيء حلو جميل اكيد انت هذا يفرحك نعم يفرحك هذا انه ذكر اسمك انه نعم تقييم الي وتقدير الي هذا مو اكثر هو والله يعني لا قالت لهم بينما اكو مطربين سجلوا لاغاني مطربين قدامي حتى فلوسهم طوهم حتى فلوسهم طوهم انا هاي بعيده عنها أكيد. بس أريد الاستئذان ولا. أكيد يبقى اسمك وتبقين نجمة ساطعة في سماء العراق يا سيد أمل وأيضا ربما تكريمك وربما استقبالك من أي جهة من الجهات هو بمكانة تليق بيش الفنان كاظم الساهر كانت أيضا إلى مبادرة بتكريمك مع الفنان حسين نعمة أكيد مخرجنا نعم وياس خضر الفنان الكبير تحياتنا لهم مخرجنا أكيد محضرنا شيء
من هذا التكريم لكن نعم، لكن بالوقت نفسه احنا نحب نسمع منك بصوتك ايضا اي شيء تحبين سمعين مستمعيك وجمهورك بالعراق والموصل. تفضلي. والله حبيبتي يا ريت انا بس تشوفين صوتي حتى بال انا وياك ست امل انا وياك مغنين نغني شوي شويه ما يخالف يلا. حياتي وضعي انا تعبان كل صوتك صاحيه مني والله انا اسفه. نعم لا لا يا عمري لا بالعكس حبيبتي ما اقدر يعني زين اغنيه تحبيها انت عبد الحليم تتذكرين مره من ايضا ذكرتي لي تعشقين اغنيه وش غنيتي اي اغنيه؟ سجلت له 4 أغاني يعني لعبد الحليم. نعم 4 أغاني سجلت تخونه. نعم وبيع قلبك ولا يعليك الخال. وسجلت توبة أغنية توبة مهرجان بابل شاركت فيها. زين هذا السر باختياراتش لأغاني عبد الحليم يعني شو الشجن موجود بصوتك قريب من صوتك الإحساس. نعم الإحساس أهم شيء بالفنان يغني بحس أهم شيء لأنه هو لازم يوصل الحالة اللي الفكرة مع الأغنية للمتلقي. نعم خلي يوصلها بالحس اللي يعيش ذاك الشخص أو هو نفس الشخص. نعم يعني الإحساس ضروري جدا. يعني أنا ما يهمني يكون صوت عالي وجهوري لكن جاف ما بي فايدة مثلا ما يوصل بينما يهمني أنه أسمع مطرب صوت دافي إحساس. هذا اللي نقوله دائما يعني. نعم المخرج الآن حضر لك هدية مقطع من أغنية للفنان عبد الحليم حافظ وبعدها معاودين معك. يلا. يلا إن شاء الله. ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنياتي كيف عنيك وكلام لدني ويا ست أمل يا نب وانت داري ورايك واصحى من الليل ناديك وبعت روحي تصحيكم ياللي شاغلني بيك جرب ناري ألاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فانيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل يعني حبيت الله منك وانت بأول بالموسيقى يعني هذا هاي هدية المخرج إلك والله يسلم لي يعني أستاذ محمد ذوق رفيع ذوق رفيع والله وأنت أكيد يعني نجمتنا. نعم نعم ست أمل كنت أتمنى أدندن ويا بس صوتي كلش مخبط بتلاحظيني سفاحة والله العظيم حبيبتي ألف سلامة إن شاء الله صحة وسلامة سابقا نعم. سابقا كنا نسجل أصلا الصبح ما نغني نعم يعني الصبح أنا قلت من الظهر من 12 وفوق لأنه الصبح ممكنين أوتار مستشفية كلش بحيث نعم. دكتور فاضل عواد دكتور فاضل عواد كان ضيفنا قبل كم أسبوع فقال لي قبل يوم تحياتنا إلي قال لي فيحاء أنا ما أغني باكر قلت له أستاذ لا تغني عيني بس المهم تكون معانا ضيف والله بدأ البرنامج وبدأ يدندن وطرب ويانا وغنانا يعني حتى الأغنية اللي كان بمرحلة الابتدائية هو وماشي يسمعها ففعلا انطرب معانا يعني مرات يمكن الوقت أو اللحظة هي تعيشك لحظة عشق للغناء لكن احنا نتمنى الصحة وسلامة ست أمل حبيبتي أنا عندي أمسية ست فيحة قلت لي نعم عندي أمسية وتأخرت حقك. بالليل وغنية تعبت حوالي 2.5 ساعة أكثر أنا مغني أكيد قلت لي والله ألف سلام حبيبتي ست أمل حياتي. وجمهورك بالموصل الآن هو يسمعك عندك ذكريات حلوة بالموصل سابقا نعم أنا دائما تذكرين دائما نعم كنت تزوريها أي أكيد يعني دائما كل مناسبات عياد مناسبات احتفالات ومرة بعين المهرجانات كنت تحضريها ست أمل المهرجانات بالضبط يعني مشاركاتي بالموصل وأحب أهل الموصل بشكل يعني ناس راقية ناس راقية مع احترامي لكل المحافظات كل شعبنا راقي كل جمهورنا راقي متذوق بس الموصل أنا يعني اللي لاحظته حبهم للفنان
واختيارهم يعرفون لمن يحبون من الفنانين يعني. نعم. هذا فد شيء يعني هذا فد مسألة فعلا موضوع التذوق كبيرة. الموسيقي وأيضا الأذن الموسيقية الموصل محافظة ولادة للثقافة والإبداع بكافة المجالات. بمجال الغناء أيضا عندهم بصمة خاصة الموصل والجنوب الجنوب سبيحة. نعم. الجنوب همين طبعا هي أكثر الفنانين من الموصل ومن البصرة الناصرية فعلا. حتى كشعراء كل جميع مجالات الفنون كلها. نعم. من الجنوب أكثر شيء والموصل. نعم. زين اللهجة الموصلية أشيون كياسة أمل مليحة مو مليحة يقولون إيه والله صحيح حبيبتي مو مليحة 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 بس حبيت أن تذكريها مليحة سورية إيه مليحة مليحة البارحة على يعني الطرفة بالليل كان برنامجنا إيه؟ فأنا أقول مستمع شلونك يقول مليحة أقول له أملح لو مليح يقول لا مو أملح قهوائي بس مليح فعلا لهجتهم مميزة وأيضا كلماتهم بها طعم خاص أمل بها أكيد يعني أكلاتهم مميزة الكبي ومشهورة المصر بالطرشي بالحلويات يعني يقول لك نعم كلك على بعضك حلو أهل الموصل كلك على بعضك حلو على قولك فنانك هذا مساء والله صحيح أحسنتي وأبدعتي بوصف سياسة أمل ومن راديو الغد من خلال برنامجنا فيحاء الهواء عدنا دعوة إن شاء الله خلال الأشهر القريبة ما نقول البعيدة وتكونين ضيفتنا بزيارة الموصل بعد تحريرها وكلمة منك لجمهورك بالموصل تفضلي يعني أول قبل أن أقول كلمتي للجمهوري الموصل أقول لحضرتك يعني ما شاء الله عليك اختيارك وبرنامجك يا ربي إن شاء الله شوفين كل أكبر سعة بالكون هذا واجبنا ست أمل واجبنا أنا والموصل الله يسلمك وفد خطوة رائعة ويا ريت يحتذى بها خطوتك كفكرة خدمة للفن القديم وفد شيء أعجز أن أوصف حقيقة بحقك والله العظيم الله يسلمك أكيد معايا أستاذ من إدارة الإذاعة إلى المخرج الكبير محمد يعني رعد المصلاوي ومحمد صالح هذا المخرج أيضا إلى باع بهذا المجال ومتذوق أكيد أكيد, نعم. أكيد 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 هو أيضا موسيقي أبارك نعم. لكم أبارك لكم هذه الخطوة وهذا البرنامج يا ربي ويوفقكم إن شاء الله لما فيه خدمة للفن والفنانين بشكل عام. تسلمين يا غالي. أما كلمتي جمهوري بالموصل فهي أنا سبقا قلت أرقى جمهور الموصل وأتمنى أن ألتقي دائما أتمنى أن يكون أفلاح دائما ومن خلالها نلتقي من خلال إذاعاتكم من خلال مهرجاناتكم ألتقي بجمهوري بالموصل وقبلاتي وحبي وتهاني بمناسبة العيد إن شاء الله في لقاءات متكررة ومتعددة إن شاء الله إن شاء الله وأيضا جمهورك دائما في طلب أنه يلتقون بحضرتك وإن شاء الله عن قريب نروح سفرة وزيارة ونلتقي وتكون لنا يكون نهار يعني جميل وبصمة أيضا نحتفي بكم يعني أصحاب القامات العراقية الكبيرة ونجومنا المبدعين حلاوة أهل الموصل وحلاوة الموصل حبيبتي ناكل حلاوة الموصل أهم شيء يطونا حبيبتي ست أمل هم مغنية باللهجة المصلاوية شيء لو ما غنيتي ما صادف دوا في شيء يعني هيك ماكو مثلا قعدات او شيء يردي لي شيء يعني يردي لي ايش كان الدلال والله صوتك صفر ست أمل صوتك بدا يصفى يعني يعني شوقتين انه اسمع يعني ايش كان الدلال ايش كان كسبابه قلنا الحلو كزادوا خطابه اكذ بالعجل يضيع احبابه اكذ بالعجل والله ما جاي اقدر حبيبتي ابدعتي والله العظيم يعني يعني اللهجه الموصليه عندك كلش صافيه مخرجنا شو تقول باعتباره مصلاوي يقول 100% حبيبتي حبيبي. الله يسلمك ويعافيك بالمصلاوي حبيبتي سعداء ويعافيكم بهذا الوقت واني كلش سعيده وبرنامجكم هذا الحلو وان شاء الله يا ربي بالتوفيق وتحقيق
كل ما تصبون إلي. و تسلمينا حبيبتي يا غالية، ومني ومن المخرج ومن كل الكادر كل الحب لعيونك وأحلى باقات الورد. حبيبتي ست أمل تحياتنا، حب الكبير لكم يا حبيبتي. حبايب قلبي شكرا لك والأهل الموصل. حبيبتي أشكرك، أنا أشكرك وأشكر الجميع. تسلمين يا غالية، الله معاش هذا وعيني. مع السلامة يا عمري.